طيب فلنبدأ بمثال عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي رب العالمين، الإحسان العالمين، الذي علمه القرآن، خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نلتقي مجددا في هذا المساء ونحن فيه إن شاء الله سنتابع درسنا في مادة اللغة العربية، ونحن الآن مع الطلاب المتوسطين. وأنا في هذا السبب لن أطيل معكم المجاملة، إنما وددت أن أخذ بأيديكم إلى أن ندخل في المادة مباشرة. ونحن اليوم إن شاء الله سنعود في الأفعال المتعدية بحرف الجر. طيب، من المعلوم أن هناك أفعال تنصب المفعول به مباشرة، وهناك أفعال لا تنصب المفعول به مباشرة إنما تحتاج إلى وجود حرف من أحرف الجر لكي تصل إلى المفعول به. والآن نركز على هذه أو بعض هذه الأفعال، وأنتم بإمكانكم أن تصوبوا أنظاركم نحو الشاشة مباشرة. هل المادة ترونها أمام شاشاتكم؟ هل بإمكانكم رؤية المادة على الشاشة؟ هل بإمكانكم رؤية المادة أيها الطلاب؟ نعم، بإمكاننا رؤية المادة يا أستاذ. طيب، إذن فلنبدأ مباشرة. طيب انظروا، طيب لقد سبق أن قلت لكم أن الفعل الماضي والفعل المضارع واسم الفاعل، طيب كل واحد من هذه الثلاثة يؤدي إلى معنى واحد. ننظر ما نقول: الطالب بحثت عن شيء، الطالب تبحث عن شيء، أو الطالب. طيب، الطالبة بحثت عن شيء، ما الطالبة تبحث عن شيء، ما الطالبة باحثة عن شيء. طيب هذه ثلاثة تكون بنفس المعنى، والفرق بينها وبين هذه الثلاثة يتمثل في الزمن فقط. مثلا الطالبة بحثت يتعلق ب هذا المثال يتعلق بالزمن الذي مضى عهده، والطالبة تبحث هذا المثال يمثل الزمن الذي نحن فيه الآن والمستقبل كذلك. أما باحثة فهذا المثال لا يتعلق بالزمان، إنما يدل على من فعل الفعل، أي من قام بالبحث عن شيء. طيب انظروا، طيب أنا في هذا الثالث لن أترجم لكم هذه المفردات، فإن الترجمة موجودة، يبقى لكم أن تستوعبوا أنظاركم إليها بشكل مباشر. طيب انظروا، الطالبة بحثت عن شيء، mahasiswi itu mencari sesuatu. At-talibatu tabhatsu an shay'in, at-talibatu bahithatun an shay'in. طيب الآن أنتم تركزون على المادة أو التدريبات الموجودة، وأنتم تحاولون أن تترجموها أو أن تتلفظوا بها،
أي أنتم تتلفظون بكل من تدريبات موجودة باللغة العربية بشكل مكتمل. طيب هل يستطيع عليكم الإجابة؟ تفضلني أنا من جديد. تفضل. أنت بحثت عن شيء وأنا سألت عن بنتين وأنتما ملتما إلى سلامي والأبوان أتى بطعام والأم أتيا أتيا بطعام والأبوان أتيا بطعام والأمهات وثقنا بضيفين والحكماء دعوا إلى صواب والحكماء دعوا إلى صواب ونحن وفنا ب وفينا وفينا نحن وفينا ونحن وفينا بأحدين وأنتنا رضينا بأطفال وأنتنا رضيتنا بأطفال وأنتم قضيتم على متمردين والجدة ملت من كلام من كلام ملت من كلام. طيب تعال نتحول إلى الأفعال المضارعة. طيب بإمكانك أن تتابع. أنت تبحثين عن شيء وأنا أسأل عن بنتين وأنتما تميلان إلى سلام والأبوان يعطون إلى يعطون بالطعام والأمهات وثقنا بالضيف بضيفين والحكماء يدعون إلى صواب ونحن نفي بأحدين وأنتن ترضين بأطفال أنتن ترضين وأنتن ترضين بأطفال وأنتم قضيت وأنتم تقضون أنتم تقضون أنتم تقضون على متمردين والجدة والجدة تمل من كلامي والجدة تمل ما لا يمل والجدة تمل من كلامي. طيب المثال الثالث اسم الفاعل. أنت باحثة عن شيء وأنا سائل عن بنتين وأنتما مائلان إلى سلام والأبوان